أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حملة إعلامية توعوية تهدف إلى توعية المنتفعين من الوحدات الإسكانية حول أبرز اشتراطات التعمير والعواقب المترتبة عن المخالفات الحاصلة في شأن البناء المسموح به. حرصا منها على تذليل السبل المثلى أمام المنتفعين من خدماتها الإسكانية، دائما ما تتوجه وزارة الإسكان نحو طرح عديد الإيضاحات المتعلقة بالأمور التنظيمية الخاصة بالعقود الإسكانية، وعلى وجه التحديد تلك المعنية بالبناء وجميع الاشتراطات التعميرية الخاصة به، ليتسنى بعد ذلك التوقيع على جميع العقود من قبل المستفيدين من الوحدات الإسكانية كإقرار تام منهم بمعرفة ما لهم من حقوق وما يجب التقيد به من شروط وتعليمات تتعلق بسلامة مرافق الوحدة السكنية والالتزام بحدود البناء المسموح به. في البداية نشرح المشروع بشكل عام كموقع، أي مرحلة إذا كان الموقع كبير، نوعية النماذج، عدد الوحدات، ثم ننتقل حق تصميم النماذج. بعدها نشرح للمنتفعين أهم الإرشادات العامة المتعلقة بالأمور الفنية للوحدة السكنية، مثل تقديم إجازات البناء، أن في حال رغبة المنتفع في إجراء أي تعديل في الوحدة يتوجب عليه تقديم لإجازة البناء من البلدية المعنية الموجود فيها المشروع. قسم الصيانة التابع لوزارة الإسكان لا يألو جهدا في متابعة شؤون المنتفعين عن كثب من خلال التواصل معهم منذ اللحظات الأولى لاستلامهم لمفاتيح الوحدات الإسكانية لتوفير صيانة دائمة لبيوتهم. توفر وزارة الإسكان مقترحات ومخططات للتوسع، كما أنها تعطي للمنتفع الحرية في وضع مخططاته بما يراه مناسبا. هنا ننصح بأن في المرحلة الأولى أو في البداية أن يقوم المواطن العزيز بإنزال الخرائط من الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان. ما تنصح به لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان المستفيدين التقييد بالاشتراطات، مراجعة البلدية، هناك مهندسين مختصين موجودين في كل الوزارتين مستعدين تمام الاستعداد لشرح أي نوع من أنواع التوسعات القانونية. وتوفر وزارة الإسكان وعبر موقعها الإلكتروني نماذج هندسية يمكن الاطلاع عليها من قبل المستفيدين من المواطنين في حال رغبتهم للتوسع في البناء مستقبلاً.